ولنقاش تداعيات القصف الإيراني لأربيل ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا الباحث في وحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بكم سيادة العقيد. حياكم الله، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناتكم. مساء النور سيادة العقيد. لا تزال تداعيات القصف الإيراني لأربيل مستمرة. هدد الحرس الثوري اليوم بأن عدم تعامل العراق مع المقارة الإسرائيلية سيقابل بما وصف بالرد السريع. كيف يمكن قراءة هذا التصريح بعد أيام من القصف؟ نعم، لا شك بأن هذا التصريح يأتي يعني في السياق الذي تسير فيه الأمور بالنسبة للتعامل الإيراني مع الدولة أو مع الحكومة العراقية الموجودة في بغداد، لأن ضعف القرار الحكومي وعدم قدرة الحكومة على رد أو على الأقل على الوقوف بوجه إيران وقفة حازمة تجاه هذه التهديدات التي تطال مناطق متعددة في العراق، لا شك أنه سيستمر هذا التداعي وستستمر هذه الضربات وستستمر التهديدات الإيرانية على العراق، لأن الموقف الحكومي الذي يعجز عن مواجهة ميليشيات موجودة مسلحة تعمل خارج إطار الدولة في الداخل، من المؤكد أنه غير قادر على مواجهة قوة خارجية وخصوصا إيران التي نستطيع أن نقول لها تواجد الآن عسكري في العراق من خلال أدواتها المسلحة وأدواتها السياسية، بالإضافة إلى وجود الحرس الثوري الإيراني وبأعداد كبيرة جدا في العراق بما فيها السياحة الدينية وبما فيها الشركات العاملة. جميع هذه الشركات هي شركات أمنية تابعة للحرس الثوري الإيراني وتقوم بسحب العملة الصعبة وتقوم بتقديم تقارير أمنية واستخباراتية كبيرة عن العراق. وبالتالي مسألة قصف الذي أطال كردستان، أنا أسأل سؤال، يعني حتى لو كان هذا المقر موجود في كردستان، نعم، ما الصلاحية أو ما الذي يجيز لإيران أن تستخدم القوة لمواجهة هذا المقر؟ هذا إشكال كبير جدا. يعني هو عندما يتكلم عن وجود أمريكي ويتكلم عن وجود إسرائيلي، طبعا الخليج العربي يتواجد الأسطول الخامس في البحرين وهو أقرب مسافة من الهدف الذي تم قصفه في كردستان، نعم. لماذا لا تقوم إيران بقصف هذه المقرات على اعتبار أنها أيضا تشكل تهديد على إيران؟ نعم. أنا أعتقد بأن العراق هو الحلقة الأضعف، غير قادر على الرد، غير قادر على المواجهة، وبذلك تستمر هذه الانتهاكات من قبل إيران. في هذا السياق سيادة العقيد، الحديث عن هذه المعطيات الجيوسياسية، وإذا كانت إيران فعلا تريد قصف إسرائيل كما تزعم، إلى أي مدى تعد الحدود السورية أقرب لها مع الأراضي المحتلة أقرب لها من العراق، ويمكنها أن تقصف إسرائيل من خلال ميليشياتها المنتشرة على الحدود السورية مع الأراضي المحتلة؟ نعم، لا شك بأنه هناك أهداف كثيرة جدا لإيران يمكن أن تقصفها، سواء كانت في على الأراضي السورية بالقرب من هضبة الجولان، بصواريخ موجهة من سوريا تصل إلى الداخل الإسرائيلي، ولكن عملية استخدام هذه الصواريخ لضرب مقرات في العراق حقيقة يثير الكثير من علامات الاستفهام. أولا في مسألة عدم قدرة الحكومة العراقية على الرد، هذا أولا. المسألة الثانية هي هذه الضربات تحمل رسائل واضحة، وهذه الرسائل للداخل العراقي بشكل رئيسي، سواء كانت إلى كردستان العراق ومسألة تشكيل الحكومة أو الاتفاق مع كتل معينة، وهي رسالة إلى من يدعون بأنهم يريدون أن يشقون الصف الشيعي، وهي رسالة بنفس الوقت إلى الصدر، وهي رسالة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية التي تمارس إيران الآن الابتزاز للولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب الأوكرانية وتطورات الموقف الدولي في هذه الحرب وما يترتب على الاتفاق النووي الإيراني الذي تريد إبرامه مع إيران خلال هذه الفترة. لذلك هي تأتي برسائل متعددة. أنا أعتقد بأنه حتى أنه استخدام إيران لأول مرة المواجهة المباشرة أو الضربات الصاروخية المباشرة في استهداف هذه الأهداف هو نقلة نوعية في الصراع أو نقلة في ميزان القوى في المنطقة. نحن نقول إنها نقطة تحول كبيرة جدا بأنه تدخل على الخط ولم تستخدم الأدوات الموجودة في العراق من ميليشيات مسلحة أو حتى في سوريا أو في مناطق أخرى للرد، وإنما جاء الرد مباشر من قبل إيران. إذن هي رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية ورسالة واضحة حتى لدول المنطقة بأنني لدي كثير من الأوراق ولم أستخدم إلا الجزء اليسير منها. واشنطن التي اعتبرت أن مصالحها لم تهدد في القصف الإيراني دعت أخيرا لاجتماع طارئ بمجلس الأمن لإدانة الهجوم الإيراني على أربيل.
ماذا يمكن أن يخرج من هذا الاجتماع؟ وهل هذا سيؤثر أيضا مثل ما أشرتم على الاتفاق النووي الإيراني؟ بداية دعيني أقول بأن هذه المواقف يعني لا قيمة لها، لأنه الكلمة الآن هي كلمة للبندقية، الكلمة الآن للميدان، الكلمة الآن للصاروخ. وأمريكا حقيقة هي لم تستطيع أن تدافع حتى عن الأهداف التابعة لها، سواء كانت في السفارة أو كانت في أربيل، ناهيك عن الطائرة التي تم إسقاطها في البحر في الخليج العربي في الفترة الماضية. أنا أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية طالما تبجحت بأنها سوف تقوم بحماية حلفائها، ولكنها لم تقم بحماية المملكة العربية السعودية التي لديها اتفاقات استراتيجية معها منذ فترة طويلة جدا من الزمن. فأنا أقول من الذي يتغطى بأمريكا هو عريان، سواء كان في كردستان أو سواء كان في الحكومة العراقية أو في دول المنطقة. أمريكا الآن بدأت تفقد زمام أمرها، وهي تلجأ الآن إلى السبل الدبلوماسية والسياسية كما يحصل الآن في كثير من الملفات الموجودة في المنطقة، لأنها حقيقة بعد أن دخلت الحرب في أفغانستان وفي العراق انكفأت الآن إلى الداخل، وهي لا تستطيع أن تقوم بتوجيه أي ضربة مباشرة لإيران، لأن لديها مصالح مع إيران، خصوصا الآن وأن الصراع أصبح محتدم ما بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق كثيرة من المنطقة. بريطانيا أيضا من جهتها أدانت هذا القصف على أربيل ووصفته بانتهاك سافر للسيادة، هل بقي للعراق سيادة كي يخرج المحتل البريطاني للدفاع عنها؟ نعم، حقيقة قضية السيادة الكثير يتغنى بها، إيران تتغنى بالسيادة في العراق عندما تكون هناك إجراءات محددة في العراق من قبل أمريكا أو من قبل الآن بريطانيا تتكلم عن السيادة، الكاظمي يأتي يتكلم عن السيادة، ولكن لا سيادة في العراق، لأنه لا توجد دولة، توجد حكومة وتوجد عصابات تسيطر على مراكز القرار في العراق، وهي التي تقوم بتسيير الأمور حسب ما تقتضيه الأجندة الدولية، سواء كانت الأجندة إيرانية أو الأجندة أمريكية وبريطانية، لأن بريطانيا الآن تعتبر لاعب رئيسي الآن سواء كانت في العراق أو في المنطقة، لأنها تحاول أن تأخذ مكانة الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تخرج من هذه المنطقة شيئا فشيئا. وبالتالي أنا أعتقد بأنه بريطانيا لا يمكن لها أن تتكلم عن السيادة وهي جزء من المشكلة في العراق من عام 2003 إلى اليوم. الرد الحكومي بالمقابل على هذا القصف جاء ببيانات استنكار وشجب، جاءت على استحياء ولاحقا تشكيل لجنة للتحقيق على غرار لجنات كثيرة ولجان كثيرة شكلت في هذا الشأن. هل يتناسب مثل هذا الرد سيادة العقيد مع الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية؟ أكيد لا يتناسب هذا الرد، يعني دولة إذا كانت هناك دولة وتحترم نفسها يعني لا يمكن لها أن تقبل بما يجري الآن في العراق. هذه الضربات الصاروخية لو كانت على بلد يمتلك سيادة فهي إعلان حرب، يعني على الأقل كان المفروض قطع العلاقات الدبلوماسية، طرد السفير، إغلاق الحدود مع إيران، إيقاف كافة الأشياء التي يمكن استيرادها مع إيران، ولكن جميع هذه الأمور لأنه حقيقة من موجودين الآن في السلطة يعتبرون بأن حكومة تصريف أعمال وعيونهم على السلطة للعودة مرة أخرى، فلا يمكن لهم أن يقوموا بإجراء ضد إيران يمكن أن يعكر مزاج إيران في هذه الفترة. وكذلك بقية الكتل الأخرى تريد رضا إيران في مسألة تشكيل الحكومة، والجميع يسعى لرضاها في هذه المسألة. حقيقة نحن لا يمكن لنا أن نتكلم عن إجراءات حكومية، ولا يمكن لنا أن نتكلم عن وجود حكومة وموجودة دولة تحترم نفسها ولها السيادة الكاملة، وإنما نتكلم عن أشباه الرجال ونتكلم عن عصابات تدير البلد الآن. شكرا جزيلا لكم الباحث في وحدة دراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد حاتم الفلاحي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا.